السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنشوفو الميثود ديال بي سي ار. كنا شفنا الدوت بلوت سوتيغ بلوت، شفنا فيش، شفنا الكاريوتيب، مهم شفناهم كاملين بهم، شفنا الدياغنوستيك بصفة عامة وبالديتاي. هادشي هذا كامل اللي كنقولو لكم يعني كيطيح في امتحان. اما استاذ غيعطيك البي سي ار، عطيني الميثود ديالها وشني هو علامة الطبازة وفين كنستعملوها، ولا عطيني الميثود ديالها صافي. كيما مهم اي ميثود بي سي اي ولا دوت بلوت ولا سوتيغ بلوت ولا شني اسمو كاريوتيب، مهم اي ميثود ما علينا. قبل ما نبدا كنظن عمري ما قلتكم اعملوا اشتراك، واذا عجبكم الفيديو ديالي والفيديوهات السابقين ديالي اعملوا لايك، حيت كنتشجع باش كنزيد نعدل الفيديوز اخرين. واذا ما كنتوش متشاركين ولا ما عملتوش ابوني، اعملوا ابوني اذا بغيتو، الا بغيتو كذلك بارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو في جروبات، ما حيت ما كنجبرش بارطاج، ما كتبارطاجيوش، ولكن المهم كنتمنى تبارطاجيو هادشي. هذا علم يعني، هادشي القرايه يعني، عايز استفد. اذا كنتي مثلا انا غنستافد، انتينا غتستافد، واحد اخر غيستافد، هادشي كامل هذا غير خير. باقي ما كنربح والو صافي. المهم ما علينا، بارطاجيو اذا بغيتو، اعملوا لايك، اعملوا كومونتير، اعملوا ابوني الى بغيتو كنعاودها. المهم ما علينا، الميثود ديال بي سي ار عندك هنايا. الميثود ديال بي سي ار دو بي سي ار هي كت بازا يعني بازي سور امبليفيكاسيون. شنو هي الامبليفيكاسيون؟ هي المضاعفه ديال الدي ان. المهم ما علينا، قبل سيكونس كتكون عندنا واحد السيكونس بوتيت يعني صغيره، يعني صغيره من 200 كابي ليميتي. كابي هي الوحده ليميتي، سيكونس صغيره كتكون عندنا. من بعد هاد صافي كنعدلو اكس. مهم اول حاجه كنعدلو لي زيتاب، اكستراكسيون دو ادي ان ولا ار ان، اما ادي ان ولا ار ان. من بعد كتكون عندنا واحد السيكونس صغيره، من بعد كنعدلو لا امبليفيكاسيون. الامبليفيكاسيون بار بي سي ار، الميثود ديال بي سي ار هي دو سيكونس اون غروند كونتيتي، من سيكونس صغيره الى سيكونس الى بزاف ديال الكونتيتي، بزاف ديال الكوبي ديال هاد السيكونس. يعني هاد السيكونس هادي كنعدلو لها بزاف ديال الكوبي بار امبليفيكاسيون صافي. امبليفيكاسيون هي المضاعفات ديال هاد السيكونس هادي صغيره، كنعدلو لها بليزيغ كوبي. من بعد هاد لي زيتاب هادي كنعدلو سيباراسيون دو دوبغا، كنسيباريو هاد جوج ديال لي بغا. ديناتيراسيون بار لا شالور، باش كنسيباريو هاد الدوبغا بلا شالور بالحراره، ها هي بالحراره. من بعد كنعدو لها ايبريداسيون، كنعدو لها ايبريداسيون باش كنعملو لها، كنعدلو لها ايبريداسيون بواحد لي زانونس. لي زانونس شنو هما لي زانونس؟ هما هما واحد القطع صغيره، القطع صغيره ديال الدي ان ولا ار ان، هما اللي باش كنعدلوهم هنايا، باش كنعدلو باش كيجي واحد الدي ان، واحد الدي ان بوليميراز يعني بوليميريزاسيون، كنسميوه تيكو. كيعدلنا هاد يعني كيعدلنا المضاعفه، يعني كيعدلنا يعني البران كومبليمونتير ديال هذا، وعاود كنعدلو البران كومبليمونتير ديال هذا. مهم كنعدو هاد لي ديزانونس
هما انيسياسيون دو ريبليكاسيون. صافي القطعة صغيرة، هاد قطعة صغيرة ديال ار ان ولا دي ان هي اللي كتبدا لنا انيسياسيون ديال ريبليكاسيون. ضروري ضروري. من بعد مورا هاد الشيء هذا كنعدلو، صافي كيوقعنا ايلونغاسيون. ايلونغاسيون باغ كيما قلتكم ايلونغاسيون باغ تي بي بوليميراز. تيكو تيكو هو هذاك تيكو عفوا هي بوليميريزاسيون مضاعفه. صافي صافي ها هي كتكون عندنا مثلا واحد هو هذا وهذا كيكون عندنا، بعد كيرجع لنا دوبل بغا. والثاني هذا الثاني ها هو الثاني كنعد من بعد ملي كيوقع له هذا البوليميريزاسيون كيعطي لنا دوبل بغا. صافي امبليفيكاسيون. من بعد باش كناناليزيوه باش الكتروفوريز كنعدلو لي زيتاب الرابعه الكتروفوريز. شنو هي بي سي ار؟ هي بوليميريزاسيون اوبجيكتيف ان امبليفيكاسيون. هي بوليميريزاسيون اوبجيكتيف بوليميريزاسيون امبليفيكاسيون. امبليفيكاسيون هذاك امبليفيكاسيون. صافي بوليميريزاسيون اوبجيكتيف هي امبليفيكاسيون. صافي صافي هادوما لي زيتاب. صافي هادوما لي زيتاب. هي كتاناليزي شنو كتاناليزي؟ اناليزي دو هي اناليزي ميتاسيون انستابل. حنا كنا شفنا ميتاسيون انستابل وشفنا ليكزامبل ديالها فحال كوري دو انتينكتون. فحال كوري دو انتينكتون هذا اكزوم سي اجي، يعني يعني هاد سي اجي كيوقع على الريبيتيسيون بزاف. شني اخر السيكل وهي خاصها تكون الطاي ديالها 200 كما قلت لكم 200 كي بي ليميتي، يعني محدوده غير بين 200 كي بي. اما السيكل يعني نعاودها، اما السيكل ديال البي سي ار هو ديناتيغاسيون ايبريداسيون اي ايلونغاسيون. هي شنو هي العمليه؟ هو شنو هو المغزى؟ المغزى اننا كتكون عندنا واحد البوتيت يعني اني واحد سيكونس صغيره وكنكبروها وكنعملوا لها كنعدلوا لها ديناتيغاسيون وكنعدلوا لها واحد ايبريداسيون ياك بواحد بواحد ديزانونس. هاد ديزانونس هما انيسياسيون ديال دو ريبليكاسيون، هما البدايه ديال ريبليكاسيون. بعد كيجي عندنا تيكو بوليميراز. هاد تيكو بوليميراز كيعدلنا يعني كيسانتيزي لنا البغا الكومبليمونتير ديال ديك البغا الاولاني. صافي يعني كيوقعنا ايلونغاسيون. من بعد كيوقعنا ايلونغاسيون صافي كنعملو الكتروفوريز. صافي كنديتيكتيو هاد لي مالادي. من بعد كنديتيكتيو هاد لي مالادي. مهم قلنا السيكل ديال السيكل ديالها ديناتيغاسيون ايبريداسيون ايلونغاسيون ايلونغاسيون. صافي هادشي اللي كاين. وهي هي كتبازا كتبازا على امبليفيكاسيون. امبليفيكاسيون عقلوا عليها مزيان. صافي شكرا بزاف وبون كوراج والله يعاونكم. كنتمنى لكم التوفيق وهادشي اللي كاين. دابا كملت كنظن كملت جينيتيك ولكن ما عملتش امتحانات بزاف. ما عملتش امتحانات كان خصني نعد امتحانات ولكن مو ايام ني مجا مو عم قنع من امتحانات. اما الكور كون صافي عملته ومهم كنتمنى تستفدوا من هاد الشيء هذا. وهاد الشيء هذا هو اللي كيطيح. ما كنعطيكم شي ديك الشيء طويل ديك الشيء طويل معنا ما نعدلو به. كنعطيكم ديك الشيء اللي عاد فهمو ديك الشيء اللي عاد مثلا عاد كيفاش نقولكم ديك الشيء اللي عاد فهموه وفي نفس الوقت غيبقى لكم فراسكم وفي نفس الوقت هو اللي كيجي في الامتحان
وكذلك هو اللي مهم. يعني مثلا عندي اقترح شي واحد، انا اقترح له ديك الشيء هو هذاك، ماشي بزاف ديال اللي زيد بزاف ديال الحاجات، المهم ما تفهمش تشرح. اما كيكون عندك واحد شنو اسمه الحاجات المهمين، وكتفهم كيفاش كتفهم كيفاش كتربط بيناتهم، وهادوك كيساعدوك لانك تشرح لواحد شي واحد عيفهم. فهمتوا كيفاش؟ يعني ما كنعطيكم شي الحاجات اللي مملة، كنعطيكم الحاجات اللي عاد تستفدوا منها، ماشي غير دابا حتى من بعد، ماشي غير في امتحان حتى مورا امتحان، حيت عندكم عاود كاين ماستر كاين الدكتوراه كاين هادشي كيبقى في الراس. مهم انا هادشي قلت لكم، وبون كوراج والله يعاونكم، ونتمنى لكم التوفيق سواء في الدراسة ولا في الحياة.